إعلان عن طرح أول شركة بتدير كرة قدم، اللي هي شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية. الحقيقة الخبر كان مثير وكان غريب وكان مثار لتساؤل، يعني إيه نادي يتطرح في البورصة؟ وهل يمكن أن يكون نادي غزل المحلة، لأنه اسم غزل المحلة ده اسم عريق، اهو مكتوب قدامكم 1936، وزي ما المصري اليوم بتقول فتح باب الاكتتاب العام في اسهم شركه غزل المحله لكره القدم 12 يونيو. طبعا دي اول شركه كره قدم تطرح في البورصه المصريه. ده بيمثل ايضا تنوع لمحفظه البورصه او الاسهم الموجوده في البورصه، اللي هي البورصه بعافيه كمان، واحنا عايزين نقوم البورصه بشكل او باخر. ربما يعني الكثير من الامور المرتبطه بهذا الطرح تحديدا ومستقبل الانديه انجاز التعبير. لكن خلينا نروح للسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال لشرح بشكل ابسط واوضح من كلامي مع الوزير. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. يعني سمعنا وقرينا الخبر و كنا بين احنا في ناس فاهمه وناس مش فاهمه، يعني دلالته ايه في مسيره قطاع الاعمال؟ وطمني على الشركه الام القطاع الواعد، وكنا في حديث سابق انه قطاع الغزل والنسيج في مصر دخل مرحله جديده بفكر جديد بشكل جديد هتظهر ملامحه خلال هذه المرحله، يعني حدثنا عن هذا الموضوع مع الوزير. تحب نبتدي من الشركه الام ولا شركه الكوره؟ شركه الكوره الاول. طيب الحكاية تعود إلى يعني تقريبا سنة ونص، في أكتوبر 2020 فاجأتنا المحلة بالصعود للدوري الممتاز، ووقتها كان اللي بيتصرف على الفريق الأول لا يرقى إن هو يكمل بيه في الدوري الممتاز. صحيح. فقررنا على الفور ان احنا نفصل الشركه الام يعني عن نشاط كره القدم، وعملنا شركه متخصصه في كره القدم. اول حاجه عملناها جبنا لهم رعايه اعلانات عشان توقف الفريق الاول على حيله. الاعلانات بلغت اول سنه على ما اعتقد 28 مليون، ثاني سنه 29 مليون اتصرفوا على الفريق الاول. وفي نفس الوقت عملنا الشركه فصلنا فيها الاستاد والملاعب التدريب عن بقيه النادي وعن الشركه. قيمناهم لقينا يعني كحقوق انتفاع لمده 20 سنه، هو ده اللي دخلت بيه الشركه الام في شركه غزل المحله كنصيب. كان 65 مليون جنيه، يعني قيمة حقوق الانتفاع لمدة 20 سنة 65 مليون جنيه. أضفنا عليها 37 مليون جنيه، عملنا طرح خاص لمجموعة من المستثمرين أبرزهم الشركة القابضة للتأمين، شركة مصر القابضة للتأمين، وفي مستثمر كويتي حط برضو فلوس في ضمن ال 37 مليون. النهارده بنطرح 98 مليون جنيه للجمهور، الجمهور ده بدون حد ادنى وبحد او اظن بحد ادنى 1000 جنيه للاكتتاب، وحد اقصى 2 مليون جنيه علشان نستكمل الشركه براس مال 200 مليون جنيه، منهم 135 مليون جنيه كاش والباقي زي ما قلت الملاعب. الغرض ان هو الشركه تقف على حيلها، تبتعد عن الشركه الام. الشركه الام عندها مشاكلها الخاصه وعندها خطه تطوير جامده جدا، بنصرف عليها اموال، بس بنصرف اموال على المصانع مش على كره القدم. كره القدم عايزه ده استثمار رياضي فصلناه، والهدف من الفلوس دي يا فندم ان احنا بننشئ قطاع ناشئين في غاية القوة وعلى أسس علمية وبمساعدة وتحت إشراف خبرات عالمية عشان نتأكد إنها تبقى مفرخة
كما كانت دائما، بس على مستوى بقى عالمي دلوقتي، نقدر ان احنا نطلع للفريق الاول ما كانش يعني مش عايز اقول محمد صلاح والنني، ولكن مش بعيد ان احنا نطلع محمد صلاح والنني، ونقدر ان احنا ندعم الفريق الاول، ومن خلال الفريق الاول ووجوده في المركز متقدم باذن الله في الدوري الممتاز، انه ده يفتح لنا الفرصه لتصدير اللاعبين للدوريات الاوروبيه والخليجيه. هو ده البيزنس موديل اللي اتعمل للمستثمرين اللي هيخشوا، يعني اللي دول اللي داخلين ما هماش، هم مش داخلين شفقه يعني على المحله، وانما رغبه في مشاركه المحله والاداره في منظومه قويه يقدروا ان هم يكسبوا منها باذن الله. تمام. طيب طمني بقى على القطاع نفسه، قطاع الغاز والنسيج. قطاع الغاز والنسيج يمكن المحله متقدمه عن كفر الدوار وبقيه الشركات، لان احنا في طريقنا تقريبا كده وصلنا 75% من الانشاءات اللي هي لاكبر مصنع غاز في العالم، مصنع على 62,000 متر تحت سقف واحد، والتعاقد طبعا تم من زمان على الماكينات، وباذن الله نتوقع ان احنا في الربع الاول من 23 يتم الافتتاح وتشغيل هذا المصنع. اكبر مصنع غاز في العالم. تمام يا فندم، على تحت سقف واحد يعني. وهم 184,000 مرضى، اللي بعديه على طول في الهند اظن 162 او 160,000 مرضى، فهو حقا يعني اكبر مصنع تحت سقف واحد في العالم، ومش بس اكبر واحدث، بنستخدم الانترنت اوف ثينجز او يعني احدث التكنولوجيات علشان نقدر ننتج بكفاءه عاليه جدا وبحد يعني لا يذكر من العيوب. في سبيل هذا احنا ابتدينا عشان القطن بتاعنا نبتدي بقطن نظيف، احنا ابتدينا برضو استثمارات في الحليق اللي هو اول المراحل الصناعيه، يعقبه الغزل والنسيج والصباغه والتجهيز في المحل. فباذن الله الغزل يتعمل الربع الاولاني، الربع الثاني مصانع النسيج تبتدي تخش لتكتمل المنظومة في سنة 23 بإذن الله بإضافات كبيرة جدا لصناعة الغاز والنسيج. مع الوزير خلال الفترة الماضية كان في حديث كبير عن توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودولة رئيس الوزراء قال إن احنا هنصل ل 65% وتوسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص كي يدير، وكان هناك حديث عن بعض الشركات المملوكة لقطاع الأعمال زي مثل مجموعة الفنادق، وقالوا إنه هيبقى فيه 7 فنادق يتم عمل شركة وطرح جزء في البورصة. يعني توضيح هذه الرؤية وكيف يمكن أن يؤثر هذه الوثيقة الخاصة بملكية الدولة على نشاط قطاع الأعمال العام. أولا خليني أقول إن البيع مش الطريقة الوحيدة للمشاركة، إحنا في قطاع السياحة بالذات والفنادق مشاركين من 30-40 سنة القطاع الخاص عن طريق مشاركة، احنا بنملك الفنادق بس ما بندرهاش، بندي الإدارة للقطاع الخاص، والقطاع الخاص الأجنبي هو الغالب اللي حاصل عندنا، ده بيدير وبياخد حصة من الأرباح. في طريقة تانية للمشاركة عملناها من تقريبا سنة ونص، برضو مستثمر سعودي دخل معانا في شيبرد، فندق شيبرد، ودخل بيحط فوق المليار و400 مليون جنيه في تطوير الفندق بشراكة في الأرباح تاني على مدى 35 سنة بيشاركنا في الأرباح. المرة دي نظرا لحاجة الدولة إلى العملة الأجنبية بعد يعني المشاكل الأخيرة وتدهور سعر الصرف بتاعنا، فكان في احتياج، وبالتالي بنعرض 20 إلى 30% من مجموعة من الفنادق على مستثمر يخش معانا بيشتري الأسهم بيوفر لنا الدولار وبيشاركنا زي ما قلت في مجلس الإدارة بالشراكة، لازالت الحصة الحاكمة لينا هتبقى 70% أو أكتر. احنا دي يعني الشركة القابضة للسياحة والفنادق،
اللي هي بتتابع ملكيتها في الفنادق، وبتتابع شركات الإدارة، وعند انتهاء أو فسخ أحد العقود لأسباب معينة هي اللي بتعين مدير جديد، وبتبحث التطوير الدائم للفنادق. فهي مشاركة من القطاع الخاص زي ما هي موجودة زي ما قلت من 50-60 سنة، وأخيرا في شفرد، وعندنا فندق تاني بيتعمل في وسط البلد لو حضرتك بتعدي فنزان الأوبرا اللي هو الجراند كونتيننتال، صحيح. برضو كل دي بشراكات مع القطاع الخاص. طيب مع الوزير آخر سؤال، تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، يعني الموقف إيه دلوقتي؟ الموقف احنا بندرس بقالنا سنة، وفي لجنة اتعملت من دولة رئيس الوزراء، شكلت من جهات عديدة يعني خارج الوزارة، وانتهت إلى التصفية. احنا يعني بنحيل هذا الملف إلى الجمعية العمومية للشركة لأخذ القرار النهائي بإذن الله، إنما الاتجاه هو واتجاه الوزارة وتوصية الوزارة هي التصفية لانعدام الجدوى من هذا المشروع. مع الوزير معلش آخر سؤال، هو احنا عندنا كم شركة منضوية تحت قطاع الأعمال العام؟ عندنا حوالي 100، وبقول حوالي هقول لك ليه، لأن احنا بندمج الكثير من الشركات في بعض، مفهوم طبعا. إنما العدد الأولاني كان لما استلمت الوزارة يعني كان 120 شركة تابعة في 8 شركات قبضة، بالإضافة لحوالي 300 شركة مشتركة. يعني إيه مشتركة؟ يعني بتؤسس بتشارك في ملكيتها أحد الشركات التابعة ل 120 بنسب أقلية، أي حاجة بقى من 1% لحد 30-40% دي بسميها نسب أقلية. فعندنا 300 من هذه الشركات، فالإجمالي الشركات كده يكون كام بقى حضرتك؟ يعني عندنا حوالي 400 428 اللي تم تصفيته منهم، عشان نبقى واضحين بس، شركة مشتركة واحدة من 300، وشركتين من الشركات التوابع، والنصب الكوك هتبقى الشركة التالتة. الباقي طيب كله مكمل ومكمل كويس، بعضه محتاج كان تطويرات إدارية وقانونية ومش عارف ايه، وعملناها فوق 50 شركة، والباقي شركات كانت محتاجة تغيير جذري علشان تقدر تكمل، أهمها قطاع الغزل والنسيج اللي كان فيه 32 شركة، كانوا حوالي 4 بس اللي كسبانين، والباقي بيخسر. امسك نفسك بقى، لأن الخسارة السنوية كانت 3 مليار جنيه في السنة. وعلى الرغم من هذه الخسارة، إنما نظرا لوجود أسس قوية لهذه الصناعة في مصر ولوجود خبرات ولا غيره، الدولة بتحط 24 مليار جنيه، كانوا 22 وبعدين زادوا 2 مليار جنيه عشان تضهر سعر العمر، برضو بتحطها علشان تطور هذه الصناعة، ونتحول من خسارة 3 مليار جنيه في السنة إلى مكسب 2 مليار جنيه بعد سنتين بإذن الله من انتهاء العمل. بتحلم بإيه معالي الوزير من كل شركات قطاع الأعمال، إن يحقق ربح قد إيه في الدولة في الآخر؟ مش مهم الربح قد إيه، المهم الربح إزاي. الربح عن طريق المنافسة، الربح عن طريق تحديد تعظيم الكفاءة، العلم باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، هو ده اللي بحلم فيه، انها تشتغل كأي شركة في القطاع الخاص ليها يعني راعي او ليها صاحب بيتابعها وبيحرص دائما على تطويرها علشان ما نوقعش تاني. انا ما بنعملش المجهود ده كله علشان الوزير يمشي يجي وزير تاني تقع، احنا جايين وبنصلح علشان استدامة بإذن الله التطوير بتشريعات قانونية، بتغييرات إدارية، بتغييرات في نظم عمل، منظومة كبيرة جدا حطينا فيها يعني كل الخبرات اللي موجودة عند الوزارة وعندي بصفة شخصية، وبأمل بإذن الله إن احنا ننجح ولو بجزء من أحلامنا بإذن الله. وأخبار صناعة السيارات إيه؟ وأحلامك لوجود سيارة كهربائية في مصر؟ عندنا 4 مشروعات أهمهم على الإطلاق هو صناعة البطارية نفسها، طبعا مش إحنا اللي بنعملها بس بنعملها مع قطاع خاص مصري،
المشروعات دي بتصنف على انها مشروعات ذات مخاطر عالية جدا، واسمها رأس المال المخاطر، وبنأمل ان شركائنا ينجحوا معانا واحنا ننجح معاهم. دي اهم مشروع. المشروعات الثانية هي تجميع لثلاث انواع من المركبات. في المشروع اللي تم اعلان توقيع مذكرة اتفاق من حوالي شهرين مع شركة صينية، وقدامنا شهر عشان نمضي العقود النهائية. ده مشروع مهم، بننتج حوالي أول سنة 10,000 عربية، بنطلع لما فوق 20,000 عربية في السنة الثانية. المشروع الثاني اللي هو يمكن أكثر أهمية للمجتمع من 20,000 عربية سيارات الركوب، هو بديل للتوك توك التقليدي اللي موجود، اللي فيه مشاكل كتيرة جدا كلنا عارفينها، والدولة يعني منعت الاستيراد هذه المركبة وقطع الغيار بتاعتها حتى اعترافا بهذه المشكلة. بنحاول نلاقي بديل عصري بمركبة، سواء ثلاث عجلات برضو أو أربعة، ولكن بالكهرباء بتسير، و يعني بتدي مواصفات أعلى بكتير أو مختلفة تماما عن التوك توك الكهربائي. ده احنا بنتكلم بإذن الله. الشريك الفني عرفت النهارده ان هو خلاص في طريقه لينا، جاي يوم 15 يقابلنا علشان نبحث الأمور التنفيذية لإنشاء المصنع. بنتكلم على 100,000 توك توك في السنة، في السنة الثانية. وأخيرا مشروع للميكروباص، كل ده كهربائي اللي أنا بتكلم عليه. تمام. ومايكروباص بإذن الله ساعة 12 راكب كهربائي، في جماعة كوريين بيطوروه معانا، وبرضه بإذن الله بنتكلم على 7,000 عربية في أول سنة و10,000 عربية في السنة الثانية. دي مشروعات المركبات الكهربائية.